عقدت شركة البترول الوطنية الكويتية محاضرة عن نتائج مفاوضات بون، حيث تم مناقشة أبعاد الاتفاقية والأحداث اللي صارت في مؤتمر بون. سعيدين اليوم في استضافة شركة البترول الوطنية الكويتية KMBC للمحاضرة الخاصة في مخرجات مؤتمر بون لتغير المناخ، اللي تم فيها استعراض من أخونا المهندس حسام جمال أهم مخرجات مؤتمر بون لتغير المناخ والطريق المؤدي إلى مفاوضات دبي في 2023 في ديسمبر إن شاء الله.